مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج كونتر أتاك، والجزء الثاني من لقائنا بزهير الوصيلة لاعب فريق الرجاء الرياضي. إذن زهير مرحبا بكم مرة أخرى. مرحبا بك. إذن قبل الحديث عن مواضيع الحلقة، فلابد من تذكير بأبرز مباريات هذا الأسبوع، الأغلب كما قلنا مباريات ودية. إذن زوير، تكلمنا في الجزء الأول على فريق المغرب التطواني، فريق الرجاء الرياضي. كنعرفوا بأنك أنت حاليا باقي لاعب في فريق الرجاء الرياضي. طموحاتكم على الفريق خلال الموسم الجديد؟ الطموح ديالي مع الفريق إن شاء الله الموسم المقبل، ما مكرهش نبقى مع الفريق وشنمشي ونحقق مع ألقاب خصوصا نلعب على عدد من الواجهات إن شاء الله، ولكن نشوف عاوتاني الأقدار فين غديك. انا ما كرهتش العام الجاي ان شاء الله نبقى في الرجاء، واش فهمتي ولا لا، ونعاود نبرز من جديد وشوف الله شنو بغى. انا دابا عندي كونطرا مع فريق الرجاء البيضاوي اللي باقى فيها 4 سنين، انا كنحترمها وشوف القرار اللي غيجي اداري حتى هو كنحترم القرار ديال المدرب غالبا، واش يحتاج الخدمات زهير الوصي او لا. واخا زهير، بالنسبه حنا كنشوفوا في انه في السنوات الاخيره ولا في المواسم الاخيره عدد من اللاعبين من البطوله الوطنيه احترفوا، اغلبيه اللاعبين ربما واحد مفارقه غريبه، ان المهاجمين كيحترفوا في الخليج والمدافعين كيحترفوا باوروبا، اخرهم جواد اليميق ونايف اكرد اللي مشى الفريق للدوري الفرنسي. زهير، انت طموح ديالك كلاعب طبيعه الحال كيهمك الاحتراف، تفضل الاحتراف في الخليج او في اوروبا؟ هذا بالنسبه لنا غنجي كواضح، واضح كما احنا بين واضح، غنجي كواضح بالنسبه للاعب المغربي. قلتها لك قبيله ونعاود نقول لك، الا بغى يلعب مثلا تقنيا راه غايقول لك اوروبا، مثلا ماديا شي حاجه غايقول لك الخليج، واش فهمتي. انا بالنسبه لي انا ما كرهتش اوروبا، واش فهمتي ولا انا ما كرهتش. انت زوير اللي جاتك اوروبا كما كنقولوا حنا بواحد مبلغ اقل، ولكن الخليج بمبلغ مغري، وحنا كنعرفوا بعض الارقام انت راك عارفهم، واش تفضل اوروبا والخليج؟ انا مشيتي للخليج، انا نقول لك واحد، الا مشيتي للخليج صافي راه نفيتي راسك، ما عمرك يبقى لك شي طموح اخر، واش فهمتي. الا مشيتي لاوروبا تقدر تلعب وتسالي وتمشي للخليج وترجع، ماشي مشكل، واش فهمتي. واخا بصح فعلا كنشوف بحال بين قوسين يوسف العربي، لعب في الخليج من بعد رجع لاوروبا، من اوروبا عاوتاني رجع للخليج، ففعلا الا كان المستوى ديالك ثابت والعطاء ديالك يعني كيبان لكل شيء، فاكيد انه ما نحقروش عاوتاني الديال الخليجي. الديال الخليجي راه ولات صعيبه شويه، كما كتشوف في الدوري الخليجي راه كتلقى مثلا برازيليين ارجنتينيين، خصوصا الدوري السعودي، واش فهمتيني ولا لا، يعني راه ما ساهلاش الدوري الخليجي، راه ولات تقريبا راه صعيب شويه. طبيعه الحال صعيب، لانه كما قلتي حنا كنشوفوا غير مثلا الدوري القطري، الا تكلمنا عن الدوري السعودي فهو دوري بين الاقوى عربيا. الدوري القطري في لاعبين في فرق ربما مثلا كالمساكني او لا كيوسف العربي او لا كزافي لاعب برشلونه، فهادو لاعبين اللي عطاو الشيء الكثير، ولاعبين اللي كانوا مطلب ديال الفرق فرق اوروبيه. زهير، غنمشيو للمنتخب الوطني، انت ما غناخذوكش كلاعب وانما كمشجع مغربي بطبيعه الحال وكمتابع للرياضه المغربيه ومهتم بالكره الوطنيه. المنتخب المغربي بحياد وبصراحه ديالك، واش قادر على انه يتجاوز الدور الاول في كاس العالم؟ المنتخب المغربي يقدر يتجاوز الدور الاول في كاس العالم. بلا عاطفه بلا والو، المنتخب المغربي قادر يتجاوز الدور الاول، ولا سيما عنده المقابل الاولى ضد المنتخب الايراني، وما حقروش المنتخب الايراني، يلعب بجديه ولعب بالكره كما كنشوفوا في المباريات ديال الاقصائيات، ان شاء الله غيحرز على 3 نقاط. وفي المقابلتين ديال البرتغال واسبانيا ماشي غادي نقول لك هذوك فرق كبار علينا، حيت حنا راه عندنا لعابه اوروبيين، عندنا لعابه كيلعبوا في انديه كبيره، عندنا لعابه الدولي تشامبيونز ليغ، واش فهمتي، عندنا لعابه حنا كبار، واش فهمتي ولا لا، وقادر ان شاء الله حتى هما نتجاوزهم ونتجاوزوا الدور الاول. ماشي يعني ممكن، يعني ممكن انه مثلا فوز على المنتخب الايراني ولا تعادل مع المنتخب البرتغالي ويفوز، حتى يقدر يكون تعادل مع المنتخب الايراني وفوز على المنتخب الاسباني، ماشي مشكل، حيت هذه كره. حتى خصك تقيدوا زوج، حيت الا كان راه نقول لك، حيت هذه كره، هذه كره راه داخل فيها البرد، راه كتبقى لاعب 90 دقيقه وانت شاد الماتش، كيجيك بيرانتي ضد مجرى اللاعب، انت وليتي خاسر، واش فهمتيني. هذه كره، حنا ما كنحقروا حتى شي منتخب، المنتخب ديالنا ما كيتحقرش، عندنا لعابه كبار في المستوى، مدرب وطني، مدرب
حتى هو كبير تبارك الله وكيعزل اللاعبين اللي حتى هما كبار، والحمد لله غادي في واحد المستوى واحد الطريقه اللي هي متميزه، كنتمنى من الله حق الان. حيت فعلا حتى الكلام ديال بعض المنابر العربيه كالمصريه على سبيل المثال قالت او كتصنف المنتخب المغربي بابرز واقوى منتخب افريقي، وفعلا قالوا بان المنتخب المغربي فعلا قادر على انه يتجاوز الدور الاول، وحتى بعض الصحف حتى الفرنسيه الاعلام الفرنسي في بعض خرجاته سابقا قال بان المنتخب المغربي ممكن انه يتجاوز الدور الاول كما قلتي زهير. واخا زهير كنشوفوا بانه كاس العالم جا في فتره يعني معينه بالنسبه لكم كلاعبين ديال البطوله، انا فتره التوقف كتكون فتره طويله جدا خصوصا دابا فتره التوقف كتقارب شهر، هاد الفتره هذه شنو كيدير فيها اللاعب زهير الواصلي؟ كنعرفوا انه بعض اللاعبين كل واحد كيختار مثلا فين يقضي العطله او لا واش يحافظ على نسق التدريب او غير ذلك، زهير الواصلي فين هو من بين هاد اللاعبين؟ انا نقول لك واحد الحاجه، حيت انا من الاول كندوي معك بصراحه ماشي غادي نقول لك زهير الواصلي لا حقا غادي يبقى يتريني وياك ولينعس، انا بحال جميع اللاعبين تقريبا واش فهمتي، زهير الواصلي لاعب شعبي واش فهمتي، كلشي كيعرفو الحمد لله، شويه ربي وشويه العبد، راه كتريني وكتعمر مع مولاي الدار شويه كتخرج شويه وراه كيفاش كتجي الفورما، حيت اش غتبقى تريني اما غايجيو يبداو عباد الله تلقاوك تشركتي ولا درتي شي حاجه ما انت ما كتعرفهاش غير كتريني بها، والحمد لله كنستافدوا من الناس اللي باللي بريباراتور فيزيك اللي واصلين كيعطيوك شي بروغرام كتخدم عليه كترتاح شويه كتعرف شنو تاكل وهداك الشيء، بما بداش عاوتاني البطوله كتلقاك. زهير بارسا ولا ريال؟ انا بارسا. انا ريالي. ريالي انت خايفه؟ انا ريالي ما يكذبش عليك اخويا. واخا انت ريالي، واش ريالي متعصب ولا ريالي؟ لا لا نقول لك واحد الحاجه، ماشي ريالي ريال، انا والله ما نكذب كنكون كنتفرج في بارسا والريال اللي كتماركي كنفرح. واش راموس ضرب صلاح بالعالي او طيح صلاح بالعالي؟ داكشي اللي سولتك واش متعصب؟ راموس حريفي. حيت لك انت متعصب غتقول لا. لا ماشي غادي نقول لك واخا انا ريالي بينو. لا راموس حريفي عرف كيفاش واش فهمتي، ولكن واش كان بينو وبينك قاصد انه يأدي انت كلاعب، انت كلاعب واش ديك الطريقه ديال السقوط مثلا كانت تكون مقصوده باش مثلا لاعب بحال ضرب عصفورين بحجره واحده واش فهمتي، ما غياخذ صفره ما غياخذ حمراء وغينتقم داك اللاعب باش يلعبوا ما في اريحيه، وداك الشيء اللي وقع. واش هذيك السقطه اولا مثلا ديك الشده بحال هكاك ممكن ان تصيب لاعب تخرجه ولا غير مثلا؟ لا لا تقدر تخرج على الكارير ديالو كاع حيت ضربه صح حيت شدو ومشى معاه واش فهمتي ولا لا؟ صايب هذيك زهير الله يستر، حنا ما كنتمناو انت لاعب وما كنتمناوش ليك، اكثر اصابه تعرضتي لها كنعرفوا بانه كانت اصابه في هذا الموسم هذا، ولكن في مشوارك او مسيرتك الكرويه اكثر ضربه تعرضتي لها ربما حتى تقدر ما تكونش سبب في التوقف، ولكن كما كنقولوا حنا الله يحفظ اما نجاك الله منها ولا فعلا تضربتي فيها وتسببات لك في غير الاخر. هذه مع فرق تطواني كنا لاعبين بدونور ربما امام الوداد. كونتر الوداد تما كنا تصابيت في الركبه ديالي وطولات الضربه شهرين واش فهمتي، هذه هي اطول ضربه توعات فيها. وشنو كان المشكل في اربطه في لا كانت تشقلي المينيسكل وكنت ليغامو تيراولي والحمد لله بجوج دقه واحده، وكنت خرجت ورجعت باش نكمل ولكن ما قدرش. درتي العمليه؟ لا ما درت العمليه لا والو الترويض الحمد لله صافي. انا كنعرفوا بان عدو اللاعبين الاول هو الاصابه. زهير كان اللقاء معك زوين شيق، حنا كنعرفوك الان حاليا لاعب فريق الرجاء الرياضي، شنو الرساله اللي توجهها لجماهير فريق الرجاء الرياضي؟ الرساله كنبغي نوجهها لجماهير فريق الرجاء البيضاوي تساند الفريق ديالها، هما راه على علم بان فريق في ازمه ماليه وكيحتاج للمسانده ديالهم، قد ما الجماهير تكاثرات على الملعب قد ما يعني كيعرفوا المدخول غادي يدخل شويه وعلى الاقل يتخلصوا اللعابه ويبقى المورال شويه مزيان، وان شاء الله اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي راه كيبقاو يهضروا على الفلوس كيهضروا كيمكن يلبسوا التوني كيدخلوا كيقدموا داك الشيء اللي عليهم. كنتمنى من الله ان شاء الله الموسم المقبل ما يكونش نفس الغلط ديال هذا الموسم، وان شاء الله نحقوا احنا لاعبين ان شاء الله على اربعه الواجهات اللي ما نلحقهم باربعه ونفرحوا الجمهور المغربي عامه والجمهور الرجاوي خاصه. نتمنى ذلك، وفعلا كما قلتي زهير بانه كانت بعض الاخطاء التسيريه الموسم المقبل، لكن الان عهد جديد في اللجنة المؤقتة وربما رئيس جديد في الأشهر المقبلة بطبيعة الحال فريق الرجاء الرياضي على أعتاب التوقيع لعدد من اللاعبين، فلن ننتظر وإن شاء الله نتمنى التوفيق لفريق الرجاء الرياضي وباقي الفرق الوطنية خاصة في المشاركات لا العربية ولا حتى الأفريقية. نمشيو للفقرة الأخيرة، فقرة بين اللي عندك معك ليها. لين كتقدم مسابقة بين اللي عندك، المسابقة الشهرية اللي كتعطي فرصة للشباب باش يبينوا على المواهب ديالهم
في عدة اختصاصات متعلقة بكرة القدم. عندك موهبة في الدريبلاج، فريستايل، تشجيع وحتى التعليق الرياضي أو أي موهبة أخرى متعلقة برياضة كرة القدم، بعث بالفيديو ديالك اللي كيبين الموهبة اللي كتمتلك على البريد الإلكتروني الآتي clear@البطولة.com. كل نهاية شهر غادي يتم الإعلان على اسم الفائز اللي غادي يحصل على دعم بقيمة 2000 درهم. شاركوا بكثافة وحظ سعيد للجميع. إذا المشاهدين الكرام، كان وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديال اليوم، نتمنى أن الفقرة ديالها يكون تكون نالت الرضا ديالكم. كنشكروا الشكر الجزيل مره اخرى الضيف ديالنا زهير الواصلي عبر جزئين. شكرا بزاف زهير. محمد شكرا الاخ محمد، ونتمنى من الله نكونوا خفاف على الظل ديالك. خفيف الظل تبارك الله وصريح جدا. ونتمنى واحد سعيد لزهير الواصلي ايضا، ونتمنى ايضا انه لما لا يطرق ابواب المنتخب الوطني وحتى الاحتراف بافضل الانديه او افضل الدوريات الاوروبيه. لقاءنا ان شاء الله يتجدد معكم في الاسابيع القادمه. رمضان مبارك سعيد، والى اللقاء.